دايما بنقول ان مصر جميله باولادها المخلصين واولادها اللي بيخدموها في كل مجال وبينجحوا وبيرفعوا اسمها لفوق، سواء كانوا في مجال الهندسه او في مجال الفن او في مجال العلم والطب وغيرها من المجالات. دايما المصري لما بيطلع لبره بيشرف بلده فعلا وبيثبت انه من احفاد الفراعنه، لما بيحط شيء في دماغه وبيصمم عليه بيقدر ان هو يكمله وبيوصل بيه لاعلى درجه ممكنه. النهارده معانا نموذج لامراه يعني انتقلت من نجاح لنجاح، وده ما حصلش بسهوله ولكن اكيد بدأ ويعني باجتهاد كبير جدا على نفسها لغايه ما توصل لان تكون واحده من اكبر العازفات البيانو على مستوى العالم وتشارك في اكبر السيمفونيات او الاوركسترات السيمفونيه على مستوى العالم، بتعزف لكل الكبار وبتعزف بمهاره شديده، واخر حفله ليها كانت في لشبونه ورفعت فيها اسم مصر عاليا وقدمت نموذج للمرأة المصرية الفنانة اللي بتعبر عن مصر الجميلة. بيشرفنا النهاردة ان احنا نستضيف دكتورة مشيرة عيسى عازفة البيانو الاشهر. اهلا بحضرتك معانا. ميرسي يا نهرة، ايه التقديمة الحلوة دي؟ صباح الخير يا هند. صباح النور، اهلا بحضرتك، وده اقل حاجة حضرتك تستحقيها والله. الله يخليك ولي، ميرسي خالص. الحقيقة حفلة البرتغال بالنسبة لي كانت نقطة جديدة، تحول في حياتي. ليه؟ لانه أول حفل يقام علني بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرتغال. احنا علاقتنا بغرب اوروبا كانت قليلة شوية في المرحلة الاخيرة، ولكن ده غرب اوروبا ده جميل جمال. ليه؟ لان لو تشوفي مين اكتشف الامريكتين هو كريستوفر كولومبوس وماجلن واماريكو وفاشكو دا جاما، كلهم من لشبونة. اما انا عزفت هناك يوم 19 يناير في حفل عالمي كان تحت رعايه السفاره المصريه في لشبون، سياده السفير علي العشيري الحقيقه قام بمجهود كبير جدا، وحضرها نائب رئيس جمهوريه البرتغال ومعظم اعضاء السفارات حتى سفاره الفاتيكان، وكانت الحفله مليانه فيهاش كرسي فاضي في قصر من اقدم قصور اوروبا اسمه باليفوش. كان ثلج، كان حراره درجه الحراره 2. وما كانش فيه تدفئه، فانا قلت لهم هاتوني دفايه صغيره على الاقل، انه بس هو بعت تلج. بس عشان درست في النمسا دكتوراه فعارفه الواحد يتصرف ازاي في الموقف ده، وحتى كملت الحفله من غير انتراكت علشان سخنت يعني، فمش معقول ارجع اتهلك بره واخش. حقيقه الحمد لله اخذت حاجه اسمها ستاندنج اوفيشن، يعني الحمد لله الاعجاب وصل ان كل الناس وقفت في التسقيف، وكان شرف ليا اني انال كل هذا التقدير، والتقدير ده كان مش بس ليا، كان لمصر كلها طبعا. ده اكيد. انا مهتميه جدا ان احنا ابتدينا نفكر بشكل غير تقليدي في الترويج للسياحه والمصر عالميا، انه حضرتك بتقولي انك عزفتي في الحفله دي وكان فيها كل سفراء دول العالم وكان فيها شخصيات اكيد على مكانه وقدر عالي في المجتمع البرتغالي، ده معناه انه حضرتك بتروجي لمصر indirectly او بطريق غير مباشر، انه مصر فيها وفيها وفيها غير الاهرامات والسياحه التقليديه. ما هو مين اللي عمل مصر؟ اجدادنا طبعا. واحنا مين؟ احفادهم. فاحنا بنوريهم التواصل، تواصل الاجيال. مين اول ناس عملت الات موسيقيه؟ يقول المتحف المصري ويشوف الالات كلها موجوده، حتى جد البيانو اللي هو الهارب، لان البيانو عباره عن هارب متصل بشواكيش بمفاتيح يعني. والربابه جدة الكمانجات كلها. وعندنا الناي جد الفلوتس وكل والدرمز، كل حاجه. احنا اللي ادينا كمان يعني تاريخيا، احنا اللي القدماء المصريين هم اللي علموا الاغريق، اللي علموا الرومان، وبعدين انضموا للعرب اللي هم علموا في قرطبه اللي هي جاره الاسبانيا، جاره البرتغال. حتى انا هناك يا هند شفت الناس نفسهم شبهنا قوي، وبيحبوا العرب جدا. ليه؟ لان احنا عندنا امتداد عربي هناك. لما العرب حكموا الاندلس، وكمان ما خرجوا من انا شفت القلعه اللي كان فيها العرب بيحكموا في لشبونه، ولكن اشكال الناس ما زالت عربيه جدا ويحبونا جدا. فاحنا بنوريهم ان في امتداد، في تواصل في البحر المتوسط كمان، مش بس في العالم، تواصل في البحر المتوسط. وحتى لما هم نقلوا
للامريكتين. الهندسه المورش ديزاين، بيسموه المورش ديزاين ده عربي، اللي هي الاحواش وكل الجنينه اللي في النص، ده النظام العربي ده اخذوه الاسبان ونقلوه لامريكتين. صح. حضرتك نموذج للمرأة المصرية الناجحة جدا في مجالها الحمد لله، وبترفع اسم مصر من خلال سفرياتها ومن خلال عزفها على آلة البيانو. ازاي يعني دلوقتي السيدات اللي عندهم شغف بأي آلة موسيقية أو بالرسم أو بأي موهبة، يعني ياخدوا من حضرتك مثلا علشان يقدروا يوصلوا في يوم من الأيام انهم يكونوا مشيرة عيسى في مجالهم، ازاي ممكن يطلعوا لبره؟ هل في معوقات ممكن تقابلهم؟ لحظة يا نهلة، علشان يعني أعوذ بالله، مش عشان يبقوا زي، لازم يبتدوا أطفال أولا. يعني معقولة راقصة باليه واحدة عايزة ترقص باليه مثلا تقول أنا هطلع على المسرح؟ ده يمكن لازم تيجي وهي عندها 6 سنين، لأن عضلات الإيدين لازم تتكون، المخ لازم يفكر بسرعة، لازم ابقى بارعه. فده لازم، يعني انا كنت لسه بدات مشوار مع الزملاء، ففي كذا حاجه لازم يبتدوا اطفال. طبعا. الرياضه عشان توصلي لحاجات مقياس عالمي، السيرك والله ده انا حاسه عامله شغل رائع. ده لازم من الطفوله، ده حركات رهيبه جدا ممكن تموت لو اتعملت غلط. الموسيقى ده لازم من الطفوله، احنا التخصص بتاعنا بيبتدي 6 سنين. كون الطفل يكمل، لكن برضو الموسيقى بتدعمه. ليه؟ لان احنا بنشغل الجزء الايسر في المخ اللي هو لو ما اشتغلش من الصغر ما تقدريش تفكري بسرعه الخواطر، تعزفي بسرعه الخواطر، فاهماني؟ لان العزف كتر ما هو سريع مش بسرعه الكلام. صح. فبيبقى ممكن تنسي بخواطرك، يا هي توصلي للطفوله في لحظه او تتنقلي لامريكا في لحظه. فهي دي السر. ولكن المسرح مش للجميع، ولكن اي سيده او اي انسان في الدنيا يملك انه يعمل كل اللي هو عايزه، يبتدي موسيقى، يرسم، ينحت، ولكن ما يفكرش انه يبقى عالمي في العزا الا اذا كان بقى رسم ووصل برسوماته في سن غنى، لان بيبتدوا 20 سنه او 18، اللي لازم الصوت يكون بعد البلوغ. يبتدي بقى ايه تدربي الصوت، ممكن يبتدي هو طفل لكن صوت بيتغير خالص بعد كده. لكن الكمانجا، البيانو، الفيولا، الكونترابات، كل ده عشان توصلي لسن للاحتراف العالمي لازم تفضل. الامهات تشتغل على اولادها بقى من دلوقتي. ايوه. ومن هنا كلنا بنشارك في تدريس الاطفال، ولو ان احنا اساتذه في الجامعه، ولكن هم بياخدوا نتاج الاستاذ على طفل بيبقى جميل قوي. صح. انا بشوف انه مركز الابداع في دار الاوبرا المصريه بيعمل دور مهم جدا، من اعظم الادوار الصراحه. وبعدين زي ما بقول لكم، مش شرط يطلع محترف في الموسيقى، ولكن ده بيديله بعد كبير جدا. اولا انه يقف على المسرح في حد ذاته بيخليه لازم يتحكم في نفسه، وفي نفس الوقت هيتحكم في غيره. ليه؟ لان بيبقى جهاز ارسال واستقبال. زيك يا هند، وانت قاعده بتستقبلي ولازم تبقي متحكمه في نفسك عشان تبقي مذيعه ناجحه جدا. فالفكره ايه؟ انه لما هيعرف يتحكم في نفسه هيتحكم في غيره، هيبقى رجل اعمال ناجح جدا، هيبقى مدير شركه ناجح جدا، دكتور طبيب ناجح جدا، بيتحكم في صوابعه. لان الاصابع هي ايه والمخ في علاقه انسجام بينهم وتوافق عضلي وذهني رهيب جدا. احنا دايما بنحاول ان احنا ننشر الفن الكلاسيكي او الفنون الراقيه دي على نطاق واسع جماهيريا في مصر. ربما هي كانت محصوره في فئه معينه في فتره معينه كده، يعني صفوه المجتمع او كريم دي لا كريم زي ما بنسميهم هم دول. اعترض يا نهله. انا عايزه اعرف. لا اعترض. اقول لك ليه؟ هي نهله بتقول ايه؟ ده نمر ابيض، ده احنا خلاص اكسبوز مش كده؟ اكسبوز. يعني انا عايزه اوظف العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى دهولنا ده صح، مش في تشاتنج وبس. يعني دلوقتي حضرتك انت عندك، احنا ما كنا بنعمل ماجستير ودكتوراه كان لازم نروح المكتبه ونبحث في 1000 كتاب عشان نطلع معلومتين ثلاثه. دلوقتي بيفتحوا الانترنت ويخشوا مكتبه العالم وهم موجودين في فصلهم. بس الاستمتاع بالموسيقى يعني محتاج يكون اكون موجوده في المكان واعيشه عبر النت برضو، حتى لما تسمعي اغنيه في النت غير لما تحضري في المسرح. ايوه. بس الفكره ازاي نجتذب الناس الفئات المختلفه، لان احنا عندنا دلوقتي اغاني مهرجانات مكتذباهم، وعندنا حاجات تانية يعني فعلا بتعمل لها تشويش كبير جدا. احنا عاوزين يعني نصفي الذهن ونصفي النفس مع الفنون دي. الحكايه افيلبل، الواحد لازم كل واحد لازم يبحث
عن الحاجة اللي هو حاببها لازم يعرف هو حابب ايه اساسا. وبعدين ناخدها لو مش حاببها حتى بياخدها بحتة دوب دراسة. يعني احنا في المدرسة في ناس ما بتحبش الحساب لكن لازم تاخد حساب عشان تبقى صحيح. خلصت دراستها مش كده؟ دايما اقول كده خد شوية وبعدين شوف بتحبه ولا لا. ما تديش كتير قوي برضو هنا. يعني احنا الاطفال ساعات بنعمل لهم اوفر دوز. الاقيهم درس البالي من درس البالي بسرعه هيروح سباحه وبعدين خمس دقايق ما اعرفش هيروح مصارعه. ما هي الاولاد بتخلي عيالها يجربوا كل حاجه لغايه لما يشوفوا بقى انه عايزين يستقروا بقى ويجي يعترف لي بقى تو ماتش انا مش قادر. يعني افضل انه يعني يبقى في نوع من ايه تخصص حاجتين حاجه ما فيهاش فيه حاجه ثالثه. انما انا لما كمان ده حصل لنا برضو انا كاستاذه في الجامعه بقى لازم اقتحم الحته دي معاكم. لازم نعدل في المناهج. المنهج بقى كبير قوي 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 على مستوى العالم. ده في بلاد ما بتعملش امتحانات يعني مش هنوصل ان ما فيش امتحان. ربنا يستر. مش هنوصل ان مفيش امتحان ولكن احنا نقلل المنهج عشان يبقى فيه قدره استيعابيه اكتر. يبقى فيه كمان انجويمنت ان الولد يتمتع بالمعلومه اللي بتوصل. صح. طيب احنا يعني دلوقتي عايزين نفكر في الرقي بالذوق العام مره ثانيه. يعني في فترات ما في المجتمع المصري كان في ارتقاء بالذوق العام من خلال الفنانين والفن اللي بيقدم في عدد يعني من المسارح او الساحات. لو اتكلمنا على الفن مثلا الموسيقى العربيه فكان في رواد شغالين على الموضوع ده. الفن الكلاسيكي نفس الحكايه، مسرح، سينما. اعتقد ان دلوقتي المنظومه اختلت شويه وبقى دخل غير متخصصين في مجال الفن من اجل الربح والمكسب السريع. فالذوق العام يعني انخفض. ده في السينما كمان على فكره مش في كل حته في كل مجال يعني في كل مجال. والحقيقه انه دلوقتي كمان بنحط عبء كبير جدا على المسؤولين والمتخصصين والفنانين بجد اللي بيحبوا الفن من اجل الفن ان هم يرتقوا مره تانية بالذوق العام لانه المجتمع لن ينصلح حاله الا بالتذوق الجيد للفنون وانه يبقى في تعليم جيد وفي صحه جيده. يعني كل المجالات تبقى ماشيه كده متواجبه مع بعض. هند بس ده على مستوى العالم. على مستوى العالم اشوفي فيه الموسيقى الروك وموسيقى الميتاليك وموسيقى ايه وموسيقى موسيقى هابطه وموسيقى لا يمكن تسمعيها تجي لك جنان. فالواحد لازم يعرف ينتقي ايه اللي بيسمعه. دي لوحدها يبقى لازم من البيت تربيه الذوق. ايوه. وكمان لازم مش معنى ان ادي موبايل لابني ان هو فاتح على حاجات انا ما اعرفش فاتح على ايه او عنده في البيت ده. حتى في المدرسه ساعات يتحايلوا على المدرسه وهو بالكبسه زر زي ما بيقولوا روح محاول على حاجه تانية والمدرسه تيجي تشوف ايه تلاقيه بيبص على حاجه تانية. لازم الاخلاق اولا ابتدي بالاخلاق لان احنا عندنا ازمه اخلاق مش بس ازمه ذوق. انا الاول استقيم اخلاقي واني ازمه احترام كمان ان يبقى في احترام الغير واحترامنا لبعض في السواقه وفي الالفاظ وفي احترم لان ده في احترام لنفسي قبل ما يكون احترام لغيري. تنظيف ونظافه سلوك ونظافه مظهر نظافه اخلاق جايه كمان. المظهر مش مظهر خارجي طبعا ده نظافتي الشخصيه. ده في كل الاديان والله. احنا عندنا اجمل ما في المصريين انك ما تعرفيش ده من ده من ده من ده. ان احنا طول عمرنا من واحنا اطفال نسيج وطني واحد جميل. انا نفسي ارجع لمصر العظمى. انا كل ما اشوف الفيلم ده بعيط. ده حقيقي. بشوف حاجه لازم توصل لها تاني. بما ان حضرتك بقى ذكرتي موضوع الوطن وغيره. انا عارفه ان حضرتك قدمتي النشيد الوطني باسلوب جديد على البيانو علشان يتعزف. احكي لنا بقى عن التجربه دي. وقفوا له كلهم. والله وكمان اصريت ان العلم يتحط جنبي كبير. فكان في ثلاث اعلام، علم مصر واتحاد اوروبا والبرتغال. حقيقي. وكان وتصورت جنبي بس للاسف انا جبت الصور كلها معايا بس للاسف حصل حاجه للاسف فالصور مش موجوده. هو الحقيقه انا هقول لحضرتك احنا كان بقالنا شهرين بنطلع من استوديو 10 في التلفزيون عشان هنا المكان ما كانش مجهز. فاحنا لسه النهارده اول مره نطلع نرجع لمكاننا يعني فان شاء الله نعرضها مره ثانيه باذن الله. الحقيقه لانك انت من جواكي هتبقي سعيد قوي لما تشوفي ايه ده
ايوه دي المصريه. ايوه هو ده بقى السياحه. يعني ايه هو هيجوا الناس يشوفوا الهرم وبس؟ لا ده بيشوفوا ناس عملت الحضارات. صحيح صح. ده انا سعيده قوي بتمثال رمسيس اللي طالع، بس مش عارفه هيطلعوا المعبد كله ازاي. لكن لان في ناس ساكنه هناك. يعني احنا حضارتنا حضاره طبعا، لولا البني ادم عمل التاريخ طبعا، لولا المصري، لولا الحضاره المصريه احنا اللي صنعنا. مصر ام الدنيا لانها ام التاريخ ذاته يعني. لسه احنا فينا جينات برضو المصري القديم اللي بنى الحضاره ده، والدليل وجود حضرتك معانا. نورتينا النهارده وبنشكرك على وجودك. مش شكلنا صحيح، وصفاتنا صحيح صح. يعني اتمنى نحافظ على الصفات دي بس. نورتينا وسعداء بيكي وفخورين بيكي وبوجودك معانا، وبوجودك بتمثلينا في كل الاوركسترات العالميه. شكرا جزيلا لوجودك معانا. اشكركم. شكرا لحضرتك. يوم جميل. هنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين، ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم واخر فقراتنا النهارده عن العاصمه الاداريه الجديده.